السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الشروق. نبدأها بالعناوين. دجالو ينهي زيارة إلى إريتريا، بحث خلالها مع أفورغي تطوير علاقات البلدين. حمدوك يستعرض في زيارته لواشنطن مسؤوليات الحكومة في الفترة الانتقالية. وزارة الطاقة والتعدين تتوقع خروج بنك السودان من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين. أهلا بكم. ما عاد إلى البلاد مساء أمس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دجلو والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى أسمرة استغرقت يوما واحدا. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن زيارة الوفد جاءت بغرض إطلاع القيادة الأريترية على سير استعدادات الحكومة لجولة المفاوضات القادمة في جوبا. وقال فيصل إن الوفد اجتمع مع الرئيس الأريتري السياسي أفورغي وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات الحكومة والمجلس الأعلى للسلام للجولة القادمة. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرئيس الأريتري أكد استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تحقيق السلام في السودان والوقوف مع الشعب السوداني في خندق واحد انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين. كان هدف الزيارة الأساسي اطلاعه على مجريات الاستعداد لبدء الجولة الجديدة من مفاوضات السلام، وتم لقاء مطول جدا مع فخامة الرئيس السياسي فورغي. الوفد ورئيس الوفد أطلعوا على كل ما تم في عملية السلام وعلى استعدادات الحكومة السودانية والمجلس الأعلى للسلام للجولة القادمة في جوبا التي ستبدأ يوم 10 من ديسمبر. وأطلعناه أيضا على أنه هذه الجولة ستكون بداية المفاوضات العملية في المحاور المختلفة، وأن المجلس الأعلى للسلام والحكومة أعدوا كافة الأوراق والاستعدادات اللازمة لبدء في تفاوض جاد. من جانبه السيد فخامة الرئيس السياسي فورغي أبدأ دعمه للعملية السلام الجارية في السودان واستعداد بلاده للمساهمة بكل يعني طريقة ممكنة، وذكر بالنص لأنه هم ما بيعتبروا نفسهم يعني مراقبين أو كده، بيفتكروا هم والشعب السوداني. قال كما ظللنا لسنوات أكثر من 50 سنة في خندق واحد، نحن ما زلنا مع الشعب السوداني في خندق واحد، ونهتم بما يجري في السودان جدا ونتابع بشكل يومي ودقيق كل ما يحدث هناك، لأنه هناك ارتباط قوي بين ما يحدث في السودان وبين أريتريا، وهناك اهتمام من القيادة الأريترية بما يحدث في السودان وبالشعب السوداني. وتحدث مطولا عن العلاقات بين البلدين وتطوراتها. في النهاية أكد مرة أخرى الدعم لمسيرة السلام في السودان، وقال بأنه هو سيرد الزيارة قريبا إلى الخرطوم، بالإضافة إلى أنهم هم مستعدين للتجاوب مع أي دعوة من الحكومة السودانية للمساهمة في عملية السلام بأي شكل كان. أكدت وزارة الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن تأتي في إطار سعي السودان لتطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال السفير منصور بولاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء خلال زيارته عرضا للأوضاع في السودان على خلفية مسؤولية الحكومة في الفترة الانتقالية، بما فيها الوصول إلى سلام بناء الدولة وتأكيد الحريات، إضافة إلى طلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لأنها تعطل تنفيذ الحكومة لأهدافها وبرامجها. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر حتى تبلغ أهدافها ومرامها، وقال إن القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغى بتاريخها الناصع. وأضاف أن القوات المسلحة انحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية وبتماسكها، مشيرا إلى تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر التغيير الذي يهدف
لبناء السودان دون تحيز أو تمييز، تعلو فقط قيمة المواطنة التي تعتبر أساسا للحقوق. وحيا البرهان لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة. حيا تضحيات منسوبيها الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن. دعا رئيس حزب المؤتمر الشعبي مجلس السيادة الانتقالي لتبني دعوة لحوار وطني لإدارة الفترة الانتقالية لا يستثني أحدا، وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح أمينه العام علي الحاج. ووصف الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة في مؤتمر صحفي عقده الحزب، وصف قانون تفكيك نظام الإنقاذ بأنه انتصار للذات، مطالبا الحكومة الانتقالية بالاجتهاد في إيجاد الحلول لقضايا السلام والإصلاح الاقتصادي ومعاش الناس. ودعا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان إلى بسط الحريات والمحافظة على استقلال القضاء وعدم تسييسه، وطالب بالاختصاص لضحايا أحداث فض الاعتصام، وقال إن حزبهم يدعو لإدارة الفترة الانتقالية دون محاصصة حزبية. أعلن وزير الطاقة والتعدين عادل العلي إبراهيم أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية للسوق، ومعربا عن توقعه بخروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدلين التقليديين. وكشف بابكر خلال زيارته لسوق العابدية النموذجي وشركة ميرو جولد التركية للتعدين برفقة والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد، كشف عن اتجاه قوي لدى وزارته لمراجعة رسوم التعدين والعمل عبر نظام النافذة الواحدة، مشددا على أهمية التزام الشركات المنتجة للذهب ببرامج المسؤولية الاجتماعية. وتعهد إبراهيم بأن تولي الحكومة المركزية ووزارة الطاقة والتعدين قضية إنتاج الذهب وأسواق التعدين المزيد من الاهتمام وربطها بالخدمات الأساسية. في كل الولايات لابد من رفع مستوى الخدمات وزيادتها كلها، لأنه حاليا الغطاء يعتبر أنه المورد الأول رقم واحد، وتفوق على الزراعة وتفوق على الثروة الحيوانية هذا قطاع الذهب، فلابد من الاهتمام به اهتمام بالغ. و مع نهاية هذه السنة وبداية العام القادم لابد أن نشهد صرف من جانب الحكومة والولاية على الخدمات، الطرق، الصحة، معالجة البيئة، الخدمات، السياسة نفسها، سياسة التعامل مع المعدنين الأهليين والشركات، وسياسة بيع الذهب وشرائه، دي برضه أيضا لابد أن تتحسن من أجل رفع نسبة الإنتاج الإنتاجية ورفع نصيب الحكومة. إلى ذلك تعهد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد بحل كافة المشكلات التي تتعلق بالرسوم وتوفير الأمن للشركات العاملة في التعدين بالولاية حتى يتثنى لها مضاعفة الإنتاج، مطالبا في الوقت ذاته بالشركات بالالتزام بدفع المبالغ المخصصة للمسؤولية المجتمعية، ومعلنا اكتمال مشروع كهرباء السوق العبيدية خلال شهرين بكلفة مالية تقدر ب 240 مليون جنيه. يوجه توجيه واضح بالتنسيق مع الولاية بتوفير المياه، والولاية تعهدت وبدت الآن في كهربة هذا السوق بكلفة تزيد عن 221 مليار. وسيد الوزير ووفد المرافق والمعدنين رأوا بشائر هذه الكهرباء، نزلنا ما يزيد عن 150 عمود، وهنالك وعد قاطع من الولاية ومن الشركة المنفذة خلال شهرين يتم توصيل هذه الكهرباء التي سوف تحدث نقلة نوعية عالية جدا في الانتاج والانتاجية لما يترتب عليها من إيقاف للوابورات والديزل الذي ظل يؤرق هؤلاء المعدنين ردحا من الزمان. أيضا السيد الوزير تعهد على مستوى المركز أن يعالج رسوم الجوالات وأي صيغة يتم التوافق عليها من خلال
نفذ العاملون بالهيئة العامة لنقابة عمال السودان وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد نقابات عمال السودان رافضين القانون الذي أجازه مجلسي السيادة والوزراء والذي يتضمن حل النقابات. وقال الأمين العام لاتحاد عمال نقابات السودان يوسف عبد الكريم إن العمال يرفضون القانون الأخير باعتباره قانونا مجحفا، وأن الاتحاد غير مسيس بل يخدم شريحة العاملين، مناشدا المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتراجع فورا وإبعاد النقابات من القانون المجاز، مؤكدا أن الاتحاد سيستمر في الوقفات الاحتجاجية والتنظيم لذلك في كل ولايات السودان، معربا عن مخاطبتهم لوزارة المالية بزيادة أجور العاملين بالدولة لمجابهة الغلاء. ما يكون فيها بيانات مناهضة لهذا القانون، كل الاتحادات الولائية إن شاء الله تكون فيها وقفات احتجاجية، هذه وقفة أولى إن شاء الله تتبعها وقفة. عليه نحن من هذا اللقاء الأول نطالب المجلس السيادي ومجلس الوزراء أن يجتمعوا فورا ويلقوا هذا القانون الذي أدخل أن تخرج يجتمع مجلس. مطلبنا أن نقابات ديمقراطية، لا يمكن أن تبدلت بالتعيين. أي قانون هذا؟ لا يوجد في القانون في الدنيا. أكد المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد صادق جمال الدين اهتمام الجهاز بحماية أنظمة البنى التحتية الحرجة من الاستهداف والهجمات. وقال جمال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة حماية أنظمة البنى التحتية الحرجة تطبيق المعايير القياسية إن التحديات الماثلة أمام أنظمة البنى التحتية تحتم ضرورة التعاون وتكاتف جميع الجهات ذات الصلة لمجابهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الجهاز عامل منذ وقت مبكر على جمع الجهات الشريكة للعمل في شكل فريق وطني موحد للحد من الآثار السالبة لهذه التهديدات على البنية الحساسة وأنظمة التحكم الصناعية. كما تم تنظيم ورشة تحت منظمة الأوسكوا التابعة للأمم المتحدة، فكانت بمثابة فتح لأفاق التعاون وتبادل الأفكار وتكوين فريق وطني للوقوف على أحدث التجارب والممارسات المثلى لنقل أفضل ما وصل إليه العالم من تقنيات الحماية. سيرت لجان المقاومة بمحلية شرق الجزيرة بمدينة برانكو وبمبادرة من خيرين وجهد شعبي قافلة صحية، وأقامت على شرف هذه المناسبة ليلة ثقافية ومهرجانا رياضيا. وقال عبد الله محمد الأمين عضو لجان المقاومة مدينة برانكو إن هذه القافلة تأتي بجهد شعبي خالص بالتعاون مع لجان المقاومة، وتحتوي على يوم صحي علاجي مجاني به جميع التخصصات الطبية من طب أطفال وباطنية وعظام وجلدية، مع توفير كل الأدوية اللازمة بالمجان. كما سبقتها قافلة طبية في مجال الأسنان الأسبوع السابق، واعدا باستمرار هذه القوافل من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن. الأسبوع الماضي القافلة العلاجية الأولى المعنية بطب الأسنان احتوت على طب وجراحة الأسنان وجراحة التجميلية للأسنان، وفي هذا الأسبوع كانت القافلة الأكبر التي تحتوي على جميع التخصصات الطبية من جميع التخصصات طب الأطفال والباطنية والعظام والجلدية، مع توفير كل الأدوية اللازمة، كل انواع العلاج، توفير العلاج اللازم مع المعمل توفير المعمل لفحص كل الامراض، كذلك الاشعه المقطعيه. يعني عباره هذه القافله عباره عن قافله متكامله فيها كل التخصصات مع كل الفحوصات اللازمه مع توفير كل العلاجات اللازمه. نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع جنوب كردفان بالتعاون مع التجمع النسوي القومي ببريطانيا منظمة نسوة مخيمات لمرضى السمع بمحليات كادوبلي والعباسية. وأكد ممثل التأمين الصحي الإدارة المركزية معمر محمود حسيب أن المخيمات ركزت على شريحة الأطفال وطلاب المدارس، ويشمل تشخيص الحالات وتركيب السماعات لضعاف السمع بجانب الخدمات العلاجية، مشيرا إلى حرصهم على تطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
من جانبها أعلنت سهير شريف مدير منظمة نسوة ببريطانيا استفادة أعداد كبيرة من الأطفال والطلاب وكبار السن من الخدمات العلاجية والتشخيصية والمحاضرات التوعوية.